أهلا بكم إلى النشرة الصحية وفي عناوينها لهذا اليوم. خبراء منظمة الصحة العالمية يتحرون الدور المحتمل لحيوانات النمس الغرير والأرانب في انتشار فيروس كورونا. غوتيريش يدعو إلى وقف الحرب الانتحارية على الطبيعة ويؤكد أنها تهدد بقاء البشر كنوع. متلازمة غيلبرت مرض ناتج عن خلل وظيفي في الكبد، ما هي أسبابها وسبل العلاج؟ أهلا بكم. يتحرى خبراء منظمة الصحة العالمية الدور الذي يمكن أن تكون قد لعبته حيوانات النمس الغرير والأرانب التي كانت تباع في سوق أوهان في انتشار فيروس كورونا. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الخبراء اكتشفوا أن هذه الحيوانات التي تباع في سوق أوهان من أجل فرائها لم تكن مصابة بالفيروس، لكنها كانت قادرة على حمله. وأوضحت الصحيفة أن الخبراء وبهدف تحديد مصدر انتشار العدوى يتحرون وضع الحيوانات التي تم بيعها بنحو قانوني وغير قانوني حية وميتة في السوق. كشف تقرير أن الدول الغنية تسعى إلى الحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على حاجتها من اللقاحات ضد كوفيد-19، فيما تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات. وفي تحليل الاتفاقات الإمدادات الرهينة للقاحات، ذكرت حملة وان، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض، أن هذا الإجراء سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لكورونا، وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ إجراءات عالمية لوقف الحرب الحمقاء والانتحارية ضد الطبيعة ومعالجة اضطراب المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. غوتيريش أكد أن هذه الأزمات تهدد قدرة البشر على البقاء كنوع، وأنه حان الوقت لإعادة تقييم العلاقة وضبطها مع الطبيعة. وأشار إلى أن البشر يفرطون في استغلال البيئة ويدفعونها إلى التدهور. ولفت إلى أن الدول تنفق على الصعيد العالمي ما بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويا على الإعانات التي تضر بالبيئة. الآن إلى الملف الطبي. متلازمة غيلبرت تصيب الكبد لكنها توصف غالبا بالحالة البسيطة، فماذا يعرف عنها؟ متلازمة غيلبرت تعرف أيضا بالخلل الوظيفي البنيوي الكبدي، هي حالة شائعة إنما غير ضارة تؤثر على الكبد، طفرة جينية موروثة تتسبب بها. جين شاذ يتحكم بشكل طبيعي بأحد الإنزيمات التي تساعد في تحلل الصبغة الصفراء الناتجة من تكسير الجسم لخلايا الدم الحمراء. هذه المادة تنتقل في مجرى الدم إلى الكبد. متلازمة غيلبرت تعد من الأمراض البسيطة، تأثيرها محدود على المصاب، لكنها ترافقه مدى الحياة. قد لا يعرف الشخص بإصابته إلا عن طريق الصدفة، فالعوارض يمكن ملاحظتها غالبا بعد سن المراهقة. اختبارات الدم تسمح بالتشخيص، وبعض العلامات تساعد في التوجيه، أبرزها اصفرار الجلد والعينين. نسبة انتشار المرض بين الناس تقدر ب5%، حدته تختلف بين مصاب وآخر، وكذلك الحاجة إلى علاج. غير أن بعض العوامل تعزز الإصابة بنوبات اليرقان مثل الجفاف أو التوتر، وخلال هذه النوبات تبدو العلامات أكثر وضوحا، من بينها آلام البطن، التعب الشديد، فقدان الشهية، لتصل أحيانا إلى مشاكل في التركيز والتفكير. التعافي من اليرقان يحصل عادة بصورة تلقائية لا أثار جانبية، لكن مراجعة الطبيب ضرورية.
فعلاماته متلازمة جيلبرت قد تشير أحيانا إلى اضطرابات كبدية أكثر خطورة، وفرص معالجتها ترتبط بسرعة التدخل. ينضم إلينا من ميشيغان الاختصاصي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي الدكتور محمد براوي. أهلا بك دكتور محمد في هذه الحلقة من الصحية. إذن نتحدث اليوم عن متلازمة جيلبرت أو جيلبرت. ما هي هذه المتلازمة؟ كيف تصيب جسم الإنسان وكيف يتم تشخيص الإصابة بها؟ أول شيء يسعد أوقاتكم وشكرا على الاستضافة لقناة الميادين. مرض جيلبرت مثل ما قالوا بالمقدمة مرض بسيط جدا أو حميد. بصورة طبيعية الدم فيه كريات بيض وكريات حمر. الكريات الحمر مبرمجة أن تتفكك وتنحل بصورة وسطية كل 120 يوم. ما في داخل الكريات الحمر بيصير هو هيموغلوبين وحديد بيرجع الجسم بيمتصهم. الهيموغلوبين مفروض في أنزيم يحلله يساوي البيليروبين. البيليروبين هو نوعين، بيليروبين غير مباشر أو غير مقترن. الأنزيم المسؤول عنه بيحوله لبيليروبين عشان الإنسان يفرزه عن طريق الصفراء إلى الأمعاء. نعم. البيليروبين غير المباشر بيتراكم بالجسم و بيرتفع بحالات الشدة. حالات الشدة ممكن تكون رشحة بسيطة، مرض، تشفاف، صيام، التمارين الرياضية المجهدة، أو عند النساء أوراقات الدورة الشهرية. أكثر المرضى مثل ما قالوا ما بيلاحظوا أنه عنده المرض، بيكونوا بسبب آخر عند الطبيب أو بالمستشفى، بيعملوا لهم فحص دم، بيلاقوا أنه عندهم البيليروبين غير المباشر أو غير المقترن عالي. أحيانا المريض بيلاحظ على نفسه أنه جلده صار أصفر أو الصلبة بعيونه، يعني البياض العين صار لونه أصفر. أكثر الأحيان بتروح الأعراض لحالها بدون ما تسبب أي اختلاط. مرة تانية المرض حميد جدا، بس لازم يعرفوا عنه المصابين فيه، لأنه أوقات في أدوية ممكن تأثر على. نعم، سنتحدث عن الأدوية، ولكن أريد أن أعرف ما هي أعراض هذه المتلازمة. يعني هل هو فقط الإصفرار أم أنه هناك أعراض أخرى؟ وأيضا هل هناك فئات من البشر أكثر عرضة للإصابة بهذه المتلازمة من غيرهم؟ هو بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية مرض جيلبرت موجود عند 5% من البشر. نعم. ما في له تميز عرقي أو جنسي، بس هو أكثر عند الرجال من النساء. بس ما فينا نقول الأبيض أكثر من الأسود أو الآسيوي أكثر من الأفريقي. سو الرجال أكثر من النساء، هذا الفرق الوحيد بين توزع المرض. نعم. طب ما هي الأعراض الأخرى التي يمكن أن تدلل على وجود هذه المتلازمة؟ العرض الرئيسي هو انه هو بصير في يرقان او تلون الصلبه بالعين بالاصفر وتلون الجلد اصفر اللي بيقول له حاله اليرقان. ممكن المريض يكون عنده تعب، ممكن المريض يكون عنده شويه الام بطنيه، بس ما في شيء نوعي للمرض غير الاصفرار العيون واصفرار الجلد. نعم. اليرقان عندما يصيب الكبار هل هو مؤذي لهم أم أنه طبيعي يعني يذهب لوحده؟ إذا طلع اليرقان طلع أرقامه عالية بصير في ضعف عقلي، الإنسان ما يقدر يفكر. وبهالمرحلة هاي بدنا نعالج جيلبرت سندروم، بيعطوه أدوية ليخففوا البيليروبين غير المباشر. نعم. طب دكتور، تحدثت عن يعني البيليروبين وقلت انه يعني يتم افرازه، ولكن كيف اصلا يتعامل الجسم معه بشكل طبيعي؟ بشكل طبيعي بعد ما تحلل الكريات الحمر الهيموغلوبين، الكبد بيحول البيليروبين غير المباشر لبيليروبين مباشر او مقترن، وبيفرزه عن طريق الطرق الصفراويه للامعاء، بيروح داخل الامعاء. بآخر الأمعاء الدقيقة بيرجع يمتص أكثر للكبد ليصير عليه ريسايكل. نعم. طيب دكتور، ونحن نتحدث عن هذه المتلازمة البسيطة كما تحدثت عنها، متى يستدعي من المصابين أن يزوروا الطبيب؟ يعني ما المضاعفات التي يمكن أن تحدث وتستدعي زيارة الطبيب؟ بصورة عامة ما في داعي المريض يشوف طبيبه بشكل متكرر بس مشان متلازمة جيلبرت.
احد اختلاطات متلازمه جيلبرت هي ممكن تكون الحصيات المراريه، البحص بالمراره. نعم. وهي البحصات المراره ممكن تكون عرضيه وممكن بدها تكون جراحه، بس هو كمرض بحد ذاته ما في داعي انه المريض يشوف طبيبه بشكل دوري، مثل الضغط مثل السكري. إذن بس المفروض المريض يعرف انه عنده نعم. مرض مشان تطمينه نفسيا. نعم. وانه ما في داعي لعلاج. تحدثت عن الحصى بالمرارة، يعني المصابون بهذه المتلازمة هم أكثر عرضة ل يعني خطر حصى المرارة ولآلامها؟ نعم، ممكن يكون عندهم، يتشكل عندهم حصيات مرارة أكثر من الناس الطبيعيين. نعم. طيب دكتور، وتحدثنا أيضا عن البيلوروبين، ولكن أريد أن أعرف هل يجب أن يخضع المصابون بهذه المتلازمة لفحوصات دورية لقياس مستوياته، أم أنه لا حاجة لذلك؟ لا حاجة، ما في داعي، بس المريض لازم يعرف. وإذا دخل على المشفى وصار معه أمراض أخرى لازم يخبر طبيبه أنه أنا عندي متلازمة جيلبير، مشان يشيلوها من التشخيص التفريقي لأسباب أخرى بتسبب ارتفاع البيلروبين غير مباشر، مثل انحلال الدم. نعم. انحلال الدم بيساوي كمان ارتفاع بالبيلروبين غير المباشر، ما له علاقة بجيلبير سيندروم، بس ممكن يكونوا اثنين مع بعضهم. بس هو لازم يقول لطبيبه أنا مشخص أو عندي حالة جيلبير سيندروم نعم. أو طيب مرض. دكتور، أيضا يعني إذا أردنا أن نتحدث عن طريقة معالجة جسم المصاب بهذه المتلازمة للأدوية، ما هي يعني هل تؤثر هذه المتلازمة على طريقة معالجة جسم المصابين للأدوية؟ وأيضا هل تؤثر أيضا بعض الأدوية على زيادة سوء هذه المتلازمة؟ لا، لك شغلتين. إذا طلع مستوى البيروبين غير مباشر بصورة عالية كتير، ممكن يستعملوا فينوباربيتال. هو بيخليه البيروبين غير المباشر يصير مباشر أو مقترن، وبجسم المريض بيطرحه إذا كان عنده أعراض عقلية أو اضطرابات ذهنية. بس بصورة عامة جيلبير ديزيز ما بده معالجة. إذا المريض بيعرف إنه عنده هالمرض مثل ما قلنا لازم يقول، يخبر طبيبه، لأنه في أحياناً بدهم يستعملوا أدوية ممكن تأثر حالة جيلبير ديزيز على استقلاب هالأدوية، مثل رينوتيكان. هو مرض لمرض كيماوي للسرطان، أو في أدوية، مجموعة أدوية اسمها بروتيز انهبيترز بيستعملوها لمرضى الإيدز. يعني إذا أخذ المريض وعنده هالمتلازمة ممكن يصير عنده اختلاطات. بس برجع بقول أجين، هو المرض حميد جدا. إذا المريض متجفف، إذا المريض ما عم بياكل، نعطيه سوائل نخليه ياكل، البيروبين غير مباشر بيرجع لحالته الطبيعية. إذا المريض عنده رشحة، ليطيب الرشح بيتعالج، بيروح الارتفاع البيروبين غير إذن مباشر. هو لا يؤدي إلى أي ضرر في الكبد؟ لا ابدا، ما بيساوي مرض مزمن بالكبد نهائيا. الاختلاط الوحيد اللي ممكن يحصل هو حصيات الكليه وحتى حصيات المراره. حتى في دراسات بتقول انه ممكن يحمي من امراض القلب، لانه البيلروبين غير المباشر هو مضاد اكسده، انتي اكسيدنت. بيقولوا انه ممكن المرضى اللي عندهم جيلبير سيندروم يكونوا اقل عرضه لامراض القلب. نعم. بس هذا كمان يعني اللي عنده ضغط وعنده سكري لازم يتعالج. ما فينا نقول انه انت عندك مرض جيلبيرز خلاص ما راح يصير معك امراض قلب. لا، بدنا نعالج الامراض الاخرى، السكري، الضغط، ارتفاع الكوليسترول. لا. طيب دكتور محمد، ما هي الفحوصات التي يجريها عاده الاشخاص للتاكد من وجود او عدم وجود هذه المتلازمه؟ فحوصات الدم اتحدث عنها. اي، فحص الدم اوقات كثير بيكون طبيعي، لانه المريض ما عنده الشده اللي ادت ليرتفع البيلروبين غير المباشر. نعم. بس لاحظ المريض على عيونه انه الصلبه او البياض العين صار اصفر، او عنده اصفرار بالجلد، بيروح عند طبيبه. الطبيبه بيطلب وظائف الكبد. وظائف الكبد بتتضمن انزيمات الكبد والبيلروبين المباشر وغير المباشر. وإذا لقى الطبيب إنه عنده البيلروبين غير المباشر مرتفع،
هون بده ينفي الأعراض الأخرى مثل انحلال الدم مثل ما حكينا. نعم، طيب أيضا أريد أن أسأل مثلا، هل هناك مثلا نمط حياة معين يساعد على تخفيف حدوث نوبات من ارتفاع مستويات البيلوبروبين في متلازمة جلبرت أو جلبرت؟ يعني إلى أي مدى يؤثر نمط حياة على هذه المتلازمة؟ المرضى اللي عندهم ستريس كثير بحياتهم، اللي ما بيشربوا مي كثير، ما بياكلوا كثير، بيلعبوا رياضه بشكل مجهد جدا، هالستريسز اللي عم تصير بحياتهم ممكن تؤدي لارتفاع البروبين غير المباشر. او قد ما حكينا انه مرض صغير ممكن يؤدي، لانه في حاله التهابيه بالجسم ممكن تؤدي لستريس بالجسم ويطلع البروبين غير المباشر. نعم، يعني دكتور انت تحدثت عن الرياضه، ما هي الرياضه المجهده يعني، وما هي انواع الرياضه التي ينصح بها للمصابين بهذه المتلازمه؟ ممكن يلعب رياضه بشكل محدود، بس الناس اللي بيعملوا يعني الاثقال مثلا، التمارين الرياضيه المجهده، حمل الاثقال الشديد، وبينسى يشرب مي، ملتهي بالرياضة، عم بيرفع حديد، ما عم بيشرب مي، وعم بيجهد نفسه بشكل أكثر من الطبيعي، ممكن تعرضه لتصير الاصفرار بالعيون والجلد. بس مرة ثانية عم بقول إنه هي ما بتأثر على وظيفة الإنسان الحياتية بشكل عام. نعم. طب هل هناك دور لأي من المواد الموجودة لدينا في المنزل، العلاجات المنزلية مثلا، ممكن أن تخفف من هذه المتلازمة، من أعراضها، من اليرقان، من كل المضاعفات التي تحصل لها؟ لا، ما في، في ناس كثير بيحكوا على التوميريك وعلى الكمون وعلى، ما في له، ما له معالجة، معالجته هو الراحة النفسية. نعم. المرض اللي عنده الرشحة الكذا للطيب بتروح الأعراض كلها. نعم، طيب دكتور أيضا هناك نقطة دائما تطرح، يعني الصيام، العديد أو يعني معظم الأشخاص يحبون الصيام، ويعني يضطروا، يعني طبعا هو جزء من العقيدة بطبيعة الحال، ولكن هذه المتلازمة هل الصيام مفيد لها أم أنه يضرها؟ يعني المصاب بهذه المتلازمة يستطيع أن يصوم أم لا؟ هو بصورة عامة يصوم وتصحه، نعم، إذا بدنا ناخذ القاعدة العامة. بس الصيام بيفرض جهد على الكبد وبيخلي البروبين غير المباشر يرتفع. نعم، أنا تحدثت عن هذه النقطة لأنك ذكرت بأنه يعني عدم شرب الماء بكثرة ربما يؤثر إلى زيادته، ولهذا أريد أن أعرف الانقطاع عن الماء لساعات طويلة، هل يمكن تعويضه مثلا في ساعات الإفطار، أم أنه لا، يعني يجب أن يبتعدوا عن الصيام حرصا على صحتهم؟ لا ابدا، ما بيبتعد عن الصيام، فينه يتسحر ويشرب مي قبل ما يبلش وقت الصيام، وبعد الافطار يشرب كميات الماء. سو المريض بمتلازمة جلبر لازم يصوم، اذا صام وما عنده اعراض وما صار عنده يرقان ولا انحطاط بالجسم وما في تاثيرات جانبيه للصيام، لازم يصوم. بس المريض اللي بيصوم وبيرتفع عنده البيروبين كتير وبصير عنده حكة بالجلد، بصير في عنده عيونه صفر، وما عم بيقدر يقوم بواجباته اليومية، هذا بجوز له تفسير شرعي انه ما بيصوم. بس ان جنرال ما بنقول لمريض جلبير انه ما يصوم إذا بيقدر يشرب مي قبل أو بعد الصيام. طيب بالنسبة للطعام أيضا مثلا، هل هناك أنواع معينة من الطعام ممكن أن يكون لها آثار ضارة، أو أنواع أخرى ربما تحسن يعني من وتخفف من أعراض هذه المتلازمة؟ ما في شيء بدراسات علمية بتقول أن نوع من الأدوية ممكن يخفف من أعراض الطعام. ما في، بس مثل ما حكينا الصيام هو اللي بيأثر على الجلبرت ديزيز. بقى اي نوع من الاكل بيكون منيح. طبعا نحن بالميدل ايست عندنا كثير من تشحم الكبد غير الكحولي. نعم، هذا هو بشكل عام مرض بالكبد. اللي عندهم مرض متلازمه جلبير مع الحاله هي ممكن يكون عندهم تظاهرات اكثر لحاله جلبير من ما هو تشحم الكبد غير الكحولي حتى نعرف اكثر يعني؟
شحم الكبد غير الكحولي هو اللي بيقولوا له بامريكا نون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز، المرضى اللي ما بيشربوا كحول بس عندهم تشحم بالكبد، بيعملوا الترا ساوند بيطلع فيه الكبد كثير ضاوي او برايت بيقولوا له. هذا بيجي عن متلازمه استقلابيه، بيكون المريض عنده سمنه، ضغط، سكري، ارتفاع بالكوليسترول، ارتفاع بالترايجليسرايد. هذا ممكن يتطور يساوي تليف بالكبد، ممكن يساوي تشمع بالكبد، وممكن يساوي سرطان بالكبد. وهي الحاله موجوده عند البدينين اكثر شيء. ما هي اعراضه يعني ما الاعراض التي يشعر بها المصاب بهذا المرض؟ تشحم الكبد غير الكحولي كمان ما له اعراض الا اذا تطور. واكثر الاحيان مثل متلازمه جلبير بيروح عند المريض عند الطبيب بفحص الدم، بيطلع عنده انه وظائف الكبد مرتفعه شوي، الخمائر الكبد. الطبيب بهالمرحله هي لازم ينفي الاسباب الاخرى مثل التهاب الكبد الوبائي بالحمى بي او التهاب الكبد بالحمى سي او فرط الحديد بالكبد. وقت بينفوا الاسباب الثانيه والمنظر بالالترا ساوند بالايكو على البطن بيشوف الليفر برايت وما في مثلا كتل بالكبد او ما في اشياء اخرى، ممكن نفكر بتشحم الكبد غير الكحولي. خزعة الكبد هي اللي بتشخص المرض بشكل عام، بس نحن ما بنصح فيها. في هلا اجهزه اشعه ممكن تدل على هالمرض مثل شيء اسمه فايبروسكان او الايكو مع الجهاز هذا، ممكن يقول انه قديش في شحم بالكبد. المرنان الام ار اي ممكن يساوي كمان تشخيص لهالحالة. يعالج منها المريض؟ سهلة العلاج؟ تشحم الكبد غير الكحولي ما في دواء مثبت انه بخفف الحالة. في هلا دراسات على اكثر من 100 دواء ليعالجوا هالمشكلة، لانه بالولايات المتحدة الامريكية هلا تشحم الكبد غير الكحولي هو من اكثر الاسباب لزراعة الكبد، لانه بيسبب فشل كبدي وحمى كبد وسرطان. احسن شيء بنقول للمرضى اللي عندهم تشحم كبد غير كحولي انه ينزلوا وزنهم، ممارسه الرياضه على الاقل ساعتين ساعتين وشوي بالاسبوع، الفيتامين اي ممكن يساعد، الطعام الصحي ربما الخالي من الدهون هل يساعد ايضا؟ نعم. في كثير حديث عن الحميه الدوائيه للبحر المتوسط الميديترينيان دايت، كثير بينصحوا فيها لانه فيها حبوب، فيها الياف ربما سمك، الياف، اللحم البقري اقل من الحميه الامريكيه. نعم. الحميه كثير اساسيه لحمايه الكبد. نقص الوزن او يعني بالعكس البدانه نعم. مؤذيه للكبد. اللي عنده سكري لازم يتعالج. نعم. اللي عنده ارتفاع شحوم الدم لازم تتعالج، والضغط لازم يتعالج، لأنه مثل ما حكينا أنه تشحم الكبد غير الكحولي هو علامة متلازمة استقلابية بالجسم. نعم. دكتور، حتى نختم ونعود إلى متلازمة جيلبرت أو جيلبرت، هي ما احتمالية أن يرث أطفال المصابون بهذه المتلازمة من أبائهم؟ كثير منيح السؤال. هو أكثر الوراثة تبعه الصبغيات الجسمية، بيكون الأب والأم معهم، بيجوا عند الولد بيطلع الولد مصاب بجيلبرت سيندروم اسمه أوتوزومال ريسيسيف. يعني إذا أخذ واحدة من الأب والأم ما عند المرض، الاحتمال أنه ما يكون عنده المرض كبير، إلا إذا الطريقة هي الأقل اسمه الأوتوزومال دامينانت. إذا الأب عنده دام يعني مسيطرة صبغة طفرة جينية مسيطرة، ما بده يكون الأم معه، بس الأب إذا معه الأولاد تبعه بيكون عندهم. نعم الدكتور محمد، يكون الأم والأب لا يأخذها. نعم الدكتور محمد براوي، دكتور اختصاصي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، كنت معنا من ميشيغان، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي النشرة الصحية لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.